الانتيبيوتيك هو سيف ذو حدين، صحيح هو بيحمينا من كتير أمراض معدية ممكن تودي لوفاة الإنسان، بس بنفس الوقت إذا أخذنا هالانتيبيوتيك بطريقة غير منظمة، إذا أخذنا هالانتيبيوتيك بوفرة كتير كبيرة، إذا أخذناه بكمية كتير كبيرة ممكن نعطي الفرصة للبكتيريا الموجودة بجسمنا أو موجودة بالطبيعة يصير عندها مقاومة ضد هذا الانتيبيوتيك، وأكيد هذا الشيء مضر لنا، مضر للصحة، لأنه ممكن يعمل أمراض صعب كتير علاجها. مشكلة مقاومة المضادات الحيوية هي مشكلة بالفعل عالمية، عم نكتشف كمان أنه موجودة بلبنان بكثرة، وكمان شوي شوي عم نكتشف أنه موجودة بكثرة كمان بكتير دول عربية. هذه المشكلة بتتفاقم بفعل غياب المراقبة على الأدوية، على أدوية الأنتيبيوتيك، كمان بغياب الرقابة على قديش عم تتكاثر هذه المشكلة بكل بلد. نحن مفروض ناخذ المضاد الحيوي من نفسنا، مفروض دائما يكون في وصف الطبيب مختص، يكون هو عنده القدره انه يوصف هذا الدواء. نفس الوقت مفروض نطبع الوصف الطبيه بحذافيرها، يعني مفروض ناخذ الدوز اللي قالنا عنه الطبيب، واهم شيء كمان ناخذها للمده المعينه من قبل الطبيب. يعني اذا قلنا بناخذها على فتره 7 ايام مفروض ناخذها 7 ايام، مش ناخذها اقل او اكثر. بنفس الوقت بس نروح على المستشفيات مثلا دائما مفروض نتبع القوانين تبع المستشفى بالنظافه، اللي هو اكيد دائما مطرح ما شو ما بتدقى بالمستشفى دائما مفروض غسل ايديك. اكيد في قصص اكثر، بس هدول القصص على من ناحيه الفرد المفروض نحن دائما نتبعهم.